اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. لم يقتصر استهداف معالم الحضاره اليمنيه على ميليشيا الحوثي فقط، والتي لها موقف فكري وتاريخي مع اليمن كذات وحضاره، وعبر التاريخ الامامي اضمرت السلاله الاماميه حقد دفين تجاه معالم الحضاره اليمنيه، دمرت القصور الحميريه ومزقت المخطوطات وحاربت الافكار ذات المنبع اليماني الاصيل، ونفت رموز الهويه اليمنيه عبر التاريخ وسجنت وهدمت. مقاتلات التحالف العربي هي الأخرى استهدفت معالم الحضارة بقصف منهج ومتعمد لحقب ضرر بالعديد من المعالم الحضارية الحيوية، وبالذات تلك التي بات من الصعب إعادة ترميمها كونها تتكون من مواد أولية تاريخية، وتكمن أسرة الحضاري في عمرها الزماني وعمر المواد التي لم تتحلل من تاريخ طويل، ولا تزال شاهد حضاري إلى هذه اللحظة على عبقرية الإنسان اليمني وإبداعها الحضاري. كما أن دخول ما بات يعرف بأنصار الشريعة وهو الجناح التابع لتنظيم القاعدة خط المواجهة قد ألحق الأضرار بمعالم الحضارة اليمنية، فالموقف الفكري للسلفية الجهادية متمثلة بتنظيم القاعدة معادي بالضرورة لمعالم الحضارة اليمنية والحضارة الإنسانية بشكل عام، وهو ما يفسر جزء من المخطط الرامي لدك معالم الحضارة الشرقية في اليمن والعراق والشام لدوافع استعمارية تحت لافتة التطرف. تكتسب الآثار في بلد ما قيمتها من كونها ناتج حضاري مهم أسهم بنصيب وافر في بناء الحضارة الإنسانية، وأصبح تراث إنساني ينبغي على كل شعوب العالم المشاركة في العناية والمحافظة عليه. الآثار اليمنية هي شواهد مادية على فترة حضارة ازدهرت عبر مراحل مختلفة من تاريخ اليمن الذي يمتد لآلاف السنين، ومن أبرزها السدود، القصور، المعابد، الأسوار، التماثيل، المساجد، القلاع، الحصون وغيرها. توجد أيضاً أهم المواقع الأثرية لفترة ما قبل الإسلام في اليمن، تركزت في السهول والوديان وفي أطراف القيعان الجبلية من المرتفعات الوسطى، من يحصب إلى الحدا إلى رداع إلى يافع إلى البيضاء. ومن أشهر الممالك اليمنية القديمة مملكة حمير وسبأ، ومملكة معين، ومملكة قتبان، ومملكة أوسان، ومملكة حضرموت، والعديد من المعالم الحضارية. هنالك أيضا من المعالم الحضارية التي تعرضت للاستهداف هي المدرسة العامرية في اليمن، وهي تعتبر من بين المواقع الأثرية والمآثر المعمارية والتاريخية في اليمن. يوجد فيها مسجد، ويوجد فيها مدرسة العامرية، وهي في مدينة رداع، وهي من أهم المدارس القديمة الأثرية في اليمن، ويعود تاريخ بنائها بحسب المرويات التاريخية إلى 1504 ميلادية، ومرشحة لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي، ولكنها تحولت إلى ساحة قتال بين أطراف عديدة متصارعة. أسهم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة من جهة، ميليشيا الحوثي أيضا من جهة، وحتى نهاية عام 2011 تضررت قلعة ومدرسة العامرية بأضرار كبيرة، وبالذات المعالم التاريخية بالنسبة لهذا الموقع المهم جدا الذي ترك لنا اليمنيون فيه مآثر معمارية وحضارية تميزت بالمحافظة على استمراريتها بأسرة الحضارة اليمنية القديمة ضمن التراث الإسلامي وضمن التراث الإنساني، ومنها مخطوطات كثيرة في مختلف أنواع المعارف أو على شكل مآثر عمرانية وزخارف بديعة تركزت في المدارس، وتركزت أيضا في المساجد، وتركزت في القلاع، وتركزت في الحصون التاريخية، إلى جانب تلك المدن التاريخية التي احتفظت بطابعها اليمني الأصيل والتي تعد بمثابة متاحف إسلامية مفتوحة وفريدة. ولعل أهمها المدن التاريخية مدينة شباب حضرموت، مدينة الصلاة القديمة، مدينة الزبيد، مدينة صعدة، ومدينة جبلة. المواقع الأثرية في اليمن عاشت ضحية الصراعات والسلب والنهب، وشهد اليمن عبر تاريخ الحديث حروبا وصراعات سياسية مسلحة. كانت المواقع الأثرية والمعالم التاريخية تتعرض كل مرة للتدمير والنهب والتهريب، وتعرضت هذه المواقع والمعالم لمثل هكذا أعمال في الأوان الأخيرة نظراً لوجودها المباشر في مناطق الصراع المسلح، وهذا ما من شك يشكل تهديداً خطراً يضاف إلى سلسلة التهديدات التي تواجهها هذه المواقع، خاصة أن بعض منها تحولت إلى ساحة معارك واشتباكات، واستخدمت من قبل أطراف الصراع كمواقع عسكرية واستراتيجية ودفاعية، وهذا ما يعرضها للقصف والدمار. منذ انطلاق عاصفة الحزم في اليمن
في عام 2015 في شهر مارس على وجه التحديد، صارت المواقع الأثرية والمعالم التاريخية تحت القصف من مختلف الأطراف، ميليشيا الحوثية من جهة، مقاتلات التحالف العربي من جهة أخرى. وبحسب الإحصائيات الأولية المتوفرة لدى الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية، تم رصد عشرات المواقع المتضررة بنيران القصف الأخير، سواء بالقذف بالقذائف أو الأسلحة الخفيفة أو الثقيلة أو مضادة الطيران أو بالغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي. وبحسب ما كشف رئيس الهيئة وفقا للبلاغات التي تلقتها الهيئة التي لا تستطيع النزول الميداني للحصر وتوثيق الأضرار في بعض المناطق التي لا تزال مشتعلة، من المواقع التي طالها التدمير الكلي والجزئي في صنعاء مسجد وفريح عبد الرازق ابن همام الصنعاني، وهو المتوفي في العام 211 هجرية، أيضا منطقة حمراء بقرية دار الحيد بمديرية سنحان في محافظة الضالع، أيضا تبرر دار الحسن الأثري في مدينة دمت التاريخية والتي تعود إلى فترة عصور ما قبل الإسلام. أيضا من الآثار ومن المناطق التي تتعرض للإهمال والاستهداف جزيرة سقطرى، وهي تعتبر من أكبر وأغرب المحميات الطبيعية في العالم، فيها حيوانات نادرة وحوالي 800 نوع من النباتات التي باتت مهددة بالانقراض وضمت لقائمة التراث العالمي في العام 2008. في محافظة صنعاء أيضا تعرضت لمقاتلات التحالف العربي قصر السلاح الذي يعتقد أنه مقام على أنقاض قصر غمدان الشهير، والذي كان يعتبر من عجائب الهندسة المعمارية في أقدم القصور في العالم، وجاء ذكره في كتاب الإكليل وفي الجزء الثامن تحديدا للمؤرخ والجغرافي العالم اليمني الكبير أبو محمد الحسن الهمداني، والذي عاش في فترة القرن الرابع الهجري أي يوافق العاشر الميلادي. ذكر أن الملك سيف بن ذي يزن، وهو أشهر وآخر ملوك الدولة الحميرية الذي حكم في القرن السادس للميلاد، الذي سكن بهذا القصر كما وصف الرحالة محمد القزويني كأحد عجائب بلاد العرب. تعرضت أيضا بعض المنازل في مدينة صنعاء القديمة في قرية فج عطان الأثرية لأضرار كبيرة جراء أيضا قصف مقاتلات التحالف العربي. أطلقت السلطات اليمنية المعنية بالآثار والمدن التاريخية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الآثار والمختصون والأكاديميون وأساتذة الجامعات سلسلة مهمة جدا من النداءات والتحذيرات، دعت جميع أطراف النزاع إلى الابتعاد عن هذه المدن والمواقع الأثرية وتحييدها عن جغرافيا الصراع وإنقاذ ما تبقى من الإرث الحضاري الإنساني باعتباره إرثا للإنساني برمتها ينبغي المحافظة عليه. أيضا بموجب المعاهدات الدولية اتفاقيات لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولاتها في عام 1954، أيضا هنالك العديد من الاتفاقيات بين اتفاقية اليونسكو بشأن التراث العالمي وهي في العام 1972. فقد تلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو تقارير عن الأضرار الجسيمة التي تم إلحاقها بمواقع التراث الحضاري البارز في اليمن. دعت المديرة مديرة المنظمة وهي السيدة إيرينا جميع الأطراف إلى حماية التراث الإنساني لليمنيين، وطالبت أن تمتنع كافة الأطراف المشتركة في القتال الدائر عن استهداف مواقع التراث الحضاري والأبنية التاريخية من خلال عملية القصف أو الضربات الجوية أو استخدامها لأغراض عسكرية. للتوسع في مصادر مهمة جدا هي أيضا موسوعة الإكليل لأبو الحسن الهمداني، وأيضا مادة منشورة في موقع قنطرة عن استهداف الآثار اليمنية لأستاذة الدكتورة عميدة شعلان أستاذة الآثار ولغات شبه الجزيرة العربية في جامعة صنعاء. نذهب إياكم لمشاهدة مناظر من المعالم الحضارية اليمنية مصحوبة بأغنية بلادي إلى المجد هي نهضي، وهي للفنان اليمن الخالد محمد صالح العزاني. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبا. نعم شعبي بعيش هني، بلادي 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 بلادي.